الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فنحن أمام موضوع يتعلق بالعطاء الإنساني والتكافل المجتمعي. إنه الإنفاق في سبيل الله، إنه التكافل، إنه التراحم، حيث يقول الحق سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا وينادي ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول صلى الله عليه وسلم: 3 أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه بها باب فقر. والسخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. والكرم دليل على سخاء النفس، وهو سبيل المزيد. واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وشكر المال يكون بالإنفاق. يقول الحق سبحانه: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وكان الإمام علي رضي الله عنه يقول: إن الله عز وجل قسم أقوات الفقراء في أموال الأغنياء، فما جاع فقير إلا بشح غني، فإن وجدت فقيرا جائعا فاعلم أن هناك غنيا ظالما لا يؤدي حق الله عليه. وفي الحديث القدسي: الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فإن طغوا وكلائي على عيالي أخذتهم ولا أبالي. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله عند أقوام نعمة أقرها لهم ما كانوا في حوائج الناس ما لم يملوهم، فإن ملوهم حولها عنهم إلى غيرهم. على أن خير الصدقة أن تنفق مما تحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تأتي بالعطر فتطيب وتعطر الدراهم والدنانير، وتقول: إن الدرهم لا يقع من يد الله بمكان قبل أن يقع في يد الفقير. ويقول سبحانه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. أي لا تقصد إلى ما يكاد يفسد أو يتلف فتجعله للفقراء، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولا أن تنتظر حتى إذا جاءت سكرات الموت أخذت توزع ما كنت تكنز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة أفضلها أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، وأنت في شبابك، وأنت مقبل على الدنيا. خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تاج الغنى وتخشى الفقر، لا أن تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم أي دنت ساعة الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وقد كان لفلان. وأفضل الصدقة أيضا ما يأتي من الإيثار. جاء أحد الناس ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلى أزواجه، فقلنا: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه: من يضيف هذا الرجل؟ فنظر ضيفا على أحد الأنصار فقال لزوجه: أكرمي نزل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندي إلا قوت صبياننا. فقال لها الرجل: جهزي طعامك وأوقدي سراجك ونومي صبيانك، نومي أبنائك، فإذا جاء وقت الطعام قومي إلى السراج. فقامت وكأنها تريد أن تصحى فأطفأته، ثم جلست هي وزوجها يمدان أيديهما إلى الطعام كأنهما يأكلان ولا يأكلان حتى شبع الضيف. فلما أصبح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي لهما
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، لقد عجب الله وأوجب لكم الجنة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فما بالك من كان في سعة. فما أحوجنا إلى التراحم، وما أحوجنا إلى التكافل، وأن نحافظ على نعم الله بالإنفاق في سبيل الله وبأداء حق النعمة. فحق المال الشكر، والشكر يكون عملا ويكون بالإنفاق. نسأل الله أن يرزقنا سخاء النفس، وألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يغنينا بحلاله عن الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.